وعشية الاحتفال بعيد المرأة العالمية، زميلة هاجر زديلف توجهت لوزيرة من وزراء حكومة سلال 4 وصوبت عدسة كاميرتها على وزيرة التربية نورية بن غبريت التي كشفت عن وجهها الآخر في هذا التقرير. حققت نتائج إيجابية في وقت وجيز وصنعت التميز من خلال حضورها الدائم. إنها الوزيرة نورية بن غبريط. حاولنا التقرب منها عشية 8 مارس، فكان وجهها الآخر أكثر إشراقاً. اليوم 8 مارس هو اليوم العالمي للمرأة، كيف تحتفل الأسرة التربوية بهذا اليوم؟ نهار 8 مارس عندهم العشية، كاين نصف نهار عطلة، كل واحدة على كل حال تحتفل كما تريد. والشيء اللي لاحظناه أن الشيء لهم فضل من طرف يعني العنصر النسوي هي خروج يعني في الفضاء العمومي، أغلبية منهم شادين زهور في يديهم. قد تتلقى الوزيرة بن غبريط العديد من الهدايا، لكن أيها تفضل؟ أنا الشيء اللي في عيد المرأة الزهور وخاصة القرنفل، عندي فيه ريحة شابة. كمسؤولة أولى على رأس قطاع التربية تتلقى العديد من الدعوات، فكيف توفق بن غبريط بين الدعوات وعائلتها الصغيرة في هذا اليوم؟ أنا على كل حال نحاول باش نلبي كل الدعوات، وهذا على حسب على كل حال الالتزامات مهنية. هاد السنة ما عندناش الوقت، راه عندنا مجلس حكومة نهار 8 مارس في العشية، ولكن في الليل نكون مع عائلتي. رمزية معالي الوزيرة باسمي وباسم قناة النهر، تبدي بهذه المناسبة. شكرا. وهذا يعني رسم من طرف الزميلة المبدعة صبرين أبو عبلة. بنا ينتهي لقاء الشيق مع وزيرة التربية الوطنية. باسمي وباسم قناة النهار إلى كل نساء الجزائريات، كل عام وأنتن بألف خير، كل عام وأنتن متألقات، كل عام وأنتن متفوقات وفي الصدارة. سلام.